السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل بقى ما نتكلم مع بعض النهاردة، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، فعل زر الجرس، عايزين لايكات كتير، عايزين تدعموا قناتنا عشان قناتنا تكبر بإذن الله وبدعواتكم لينا. النهاردة بقى فيديو، أنا مخنوقة جدا جدا، طلعت هنا علشان ادردش مع بطياتي. بصراحه النهارده اليوم مش الواحد مخنوق، مش عارفه ليه، فولا جالي نفسي احضر حاجه للطيور ولا حاجه، وظلمتهم معايا النهارده طول النهار والله، ولسه مطلعه لهم دلوقتي. بص الساعه دخلت على 5:30 والطيور بتاعتي ما كلتش والله للاسف. ساعات الواحد بيجيله حاله اكتئاب كده وبعايز يتكلم مع حد، فساعات ما تلاقيش حد تتكلم معايا، تلاقي نفسك مخنوق كده ومتضايق. قلت والله انا قاعده اتكلم معاكوا شويه. هتقولي مخنوقه من ايه؟ هقول لك، هو كده كده الحمد لله رب العالمين على كل حاجه احنا راضيين عنها، ربنا بيدهلنا احنا راضيين ومبسوطين والحمد لله. ساعات الواحد بيجي عليه وقت كده بيبقى مخنوق من اي حد حوالين ضايقه، من تعامل بعض الناس. تلاقي الناس، في بعض الناس اللي ما رحم الله منهم بتتعامل معاهم تلاقيهم غير صافيين معاك. بعد ما بياخدوا مصلحتهم ما حدش بيعبرك ولا حد بيكلمك. الحاجة اللي بتضايقني قوي المصالح، يعني ان الحياة عبارة عن مصلحة بس، يعني مش فيها حب صادق، مش فيها حب كده فعلا لله فلله. يعني الواحد يتعامل مع بعض البشر بصراحة بلسن، يعني تحس ان قلوب حلوة وقلوب نظيفة، لكن للأسف للأسف والموجود الأغلبية ان بعض الناس سيئة، يعني ياخد مصلحته منك وما يعرفكش بعد كده. وليه ما تعرفش؟ يعني في حين ان انت مش هي دي بس الحاجة الوحيدة، يعني الحياة لازم تتبني على المصالح. يعني ماشي، طب انت خدت مصلحتك مني، انت مش محتاجني بكرة مثلا؟ ليه الحياة بتتبني بس بالطريقة دي؟ يعني دي حاجة مضايقاني جدا والله العظيم. ساعات بحس ان الواحد ما بيقعد مع الطيور بحس كده بالراحة يعني، لكن في بعض البني ادمين اللي ما رحم الله منهم انت بتتعامل معاهم يخلص مصلحته منك يقوم منفض لك، ممكن يشوفك ما يكلمكش، ما يبصلكش، كأنه عمل نفسه عبيط ما شافكش. حتى الحاجة بقى اللي بتضايقني اكتر لما يكون حد صغير في السن وبنى حياته على كده، يعني على النفاق من الاول، او على يعني ان هو يبقى مصلحجي، دي حاجة وحشة. ولما الاسرة نفسها تأيد او تشجع على الاسلوب ده وحش. واوحش حاجة بقى يا جماعة، والحاجة اللي بتضايق جدا، لما يكون الحاجة دي من الاهل، يعني كمان الاهل يحصل فيهم كده، تلاقي الاهل في بعض الناس الا ما رحم الله منهم تلاقيهم عبارة عن مصلحة بقى، حتى في القرايب، يعني مش شرط في الغرب او الجيران او الاصدقاء او ناس معارف، لا لا، ساعات برضو واللي يكذبني يقول لي. يعني انا نفسي تتابعوا الفيديو للاخر وتعلقوا لي على كلامي، يعني فعلا حتى في الاهل نفسهم، في القرايب نفسهم، برضو بعض الناس الا ما رحم الله منهم تلاقي نفس القصه دي. والاوحش انك انت تبقى مش مدي اخوانه، يعني انت مثلا تبقى مدي امان وبتتعامل بصدق وحسن نيه وبتبقى حابب الموضوع وحابب الناس وحابب تعمل وتدي اكتر، وتبص تلاقي الضربة او الخيانة تيجي من اقرب الناس دي، ودي حاجة نقطة سيئة جدا. يعني الواحد بيتعرض لبعض المواقف سيئة، يعني ليه؟ وبعدين ليه احنا بنعمل كده؟ ده العمر اصلا بينتهي في لحظة، في لمح البصر، يعني قبل ما تغمض عين وتفتح عين ممكن عمر الواحد ينتهي. فليه احنا بنعمل في روحنا كده؟ ليه ما بنسيبش ذكرى حلوة؟ يعني الواحد يتعامل مع بعض البشر، والله بعض البشر الا يعني قلة قليلة للأسف للأسف والله، يخلوك تحب تتعامل مع الحيوانات ما تتعاملش مع البني ادمين. يعني في قلة للأسف، وقلة ممكن تكون كانت قريبة جدا منك، تقريبا كانت بتستقردك مثلا،
لشيء معين، توصل لغرض معين. للأسف سيء، يعني الأساليب دي كلها أساليب سيئة وأساليب مش، لكن أكيد مش إحنا بس اللي تعرضنا لكده، اللي أنا بس تعرضت لكده، أكيد برضو في ناس تانية بتعرض لكده، برضو عاملين زي البطتين دول اللي عمالين ياكلوا بعضهم دول. طب انتوا شبعانين، بصوا بيعملوا إيه بقى، بصوا المنظر، بصوا المنظر، بصوا المنظر. يعني البشر، في بشر بتبقى كده والله، ياكلوا بعض كده وليه ما تعرفش؟ يعني في حين ان انت لو حسبتها صح، المقسوم مقسوم، يعني انت المكتوب لك في الحياة لحد اخر يوم في عمرك هتاخده، حتى لو شربت مية. فاحنا بنرهق نفسنا وبنتعب نفسنا وبنخترع لنفسنا مشاكل وهموم، لو ان الدنيا والله بسيطة، بس احنا اللي عملنا الهموم دي في نفسنا، احنا اللي خلينا الدنيا صعبة للأسف. فدي كانت نقطة مضايقاني قوي للأسف الشديد، انا مخنوقة جدا من الموضوع ده. اتعاملت مع ناس للأسف للأسف رديئة جدا، الا ما رحم الله منهم طبعا، دي كلها 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 قليلة جدا. والله اتعاملت مع، يعني في ناس رسلتني وكلمتني على اليوتيوب بصراحة، يعني اتمنى ان اكون عرفتها من زمان. تحس الروح فيها، الحياة فيها بدوك دفعة، ومفيش بيننا وببعض اي مصلحة خالص ولا اي حاجة. دي ناس، لكن في بعض الناس تانية يعني للأسف 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 والله، يعني فعلا تقول يعني يخلوك تكره ان انت حتى ربيت نظر عليهم، يعني ان عينك بصت بص عليهم. للأسف في، انا عانيت من القصة دي للأسف، في بعض الناس للأسف الا ما رحم الله منهم كل قليلة، للأسف سيئة جدا. انا كرهتها جدا جدا جدا، لاني ما كنتش احب ان الحياة تبقى مصالح. لا، الحياة المصالح دي ما بتدومش، الحياة طول ما بيبقى فيها حب وود واحترام بتدوم، وبيبقى ليك ذكرى. حتى الواحد لما بيموت بيبقى ليه ذكرى بعده، يقول الله يرحمه فلان ده كان كذا. لكن السيئين في تيجي بعد كده، ما تيجي صرت اوف تلاقي نفسك عملت كده. كنت مخنوقة قوي قوي قوي، حبيت ادردش، لاني بصراحة في ناس خلتني للأسف، يعني مش هقول لك رأي التعامل مع الناس، لا، لان الحياة بدون ناس ما تداس، يعني زي ما بيقولوا المثل بيقول لك الحياة من غير ناس ما تداس، لان فعلا مفيش حد بيعيش وحده، وان احنا بنبقى متكاملين مع بعضينا. انا ببقى عندي حاجة وانت عندك حاجة، نودي بعضينا، بنزور بعضينا، بنسأل على بعضينا، هي الحياة كده حب. لكن للأسف في ناس خلتها مصالح، في ناس بعد ما تاخد مصلحتها شكرا ما تعرفكش. للأسف دي ناس رديئة في المجتمع، دي بتلاقيها ناس فاشلة، الناس بتلاقيها حتى ما بتعمرش بيوت للأسف للأسف الشديد. أنا كنت مخنوقة في الكلمتين دول، حبيت أفضفض وأتكلم، يعني أتكلم أفضفض كده، لأن عارفة إن في ناس أكيد الحمد لله رب العالمين بتحبني زي ما أنا بحبكم. وربنا يا رب يسعد أيامكم ويبعد عنكم كل حاجة وحشة، اللهم آمين يا رب العالمين، ويحبب فيكم خلق ويبعد عنكم الناس المصالح السيئة. أتمنى إن أنتوا تشتركوا في قناتي وتعملوا لايكات كتير، ندردش مع بعض، وبقى لنا أيام حلوة لذيذة مع بعض لها ذكرى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.